من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين صدق الله العلي العظيم. المستقبل مجهول، لا نعرف بعد 20 سنة ماذا سيحدث. بل ولا بعد ساعة ولا بعد أقل من دقيقة. شخص ثري يملك الملايين وعشرات الملايين، قد يصبح في المستقبل فقيرا، يحتاج إلى لقمة ولا يتمكن أن يحصل عليها. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يخسر في تجارة، يصبح مديونا بسبب هذه الخسارة، ليس فقط يفقد أمواله، يصبح مديونا. ممكن أم لا؟ ممكن، بل يحدث. وليس ذلك نادرا، يحدث أحيانا. أو شريكه، صديقه يخدعه، يأخذ منه كل أمواله، توقيع خطأ، شغلة صغيرة قانونية، ثغرة يجدها صديقه، صاحبه، شريكه، أي شخص ثاني، يستولي على كل أمواله، يصبح فقيرا. أو مرض في علاجه يصرف كل أمواله، أو حكومة تختلف معه في قضية سياسية تصادر كل أمواله بعنوان أو بغير عنوان. غسيل أموال عنوان جدا سهل، باسم غسيل الأموال كل أمواله تصادر. أو غير ذلك، اليوم أنت تملك أموالا، هل تبقى هذه الأموال لك أم لا؟ الإنسان الذكي ذكاء ماليا يحاول أن يحصل على أكبر مقدار من الأموال لوقت الضرورة. إذا حدثت له مشكلة أزالت جزءا من أمواله،
يبقى له شيء. ثواب الأعمال الصالحة في هذا الجانب مثل الأموال. أعمال صالحة كثير عملتها حصلت على ثواب كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الثواب يبقى لك أم لا؟ بالضبط مثل الأموال. الإنسان التاجر الثري لا يفكر كم عنده، يفكر ماذا يصنع حتى يحصل على أموال أكثر، كيما إذا خسر شيئا جزءا من أمواله يبقى له شيء آخر. نحن نعمل الصالحات نحصل على ثواب كافي، الحمد لله عندي أعمال صالحة، الأعمال الصالحة التي عملتها تكفيني للدخول إلى الجنة. أولا، بعض الأعمال السيئة، بعض الذنوب تنسف، تحرق شطرا من ثواب أعمالك الصالحة. نصف ثواب أعمالك الصالحة يذهب، ثلاثة أرباع ثواب أعمالك الصالحة تذهب. هذا الذنب يأخذ منك مثلا نصف مليار حسنة. إن كانت حسناتك أكثر من نصف مليار يبقى لك شيء، إن كانت نصف مليار أو أقل خلاص تنتهي، تصبح كشخص بدأ بالأعمال الصالحة من البداية، صفر اليدين. هذا أولا. ثانيا، بعض الأعمال السيئة والعياذ بالله تعالى تسلب التوفيق لأعمال صالحة. أنت اليوم تتمكن أن تعمل الأعمال الصالحة الفلانية، مجموعة من الأعمال الصالحة، إذا ارتكب الإنسان ذنبا معينا مجموعة من هذه التوفيقات تذهب، خلاص أنت هذه الأعمال لا تتمكن أن تؤديها، ما عندك توفيق لهذه الأعمال. في الكافية الشريف حديث موثق سندا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، ربما هذا نص كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. الآن عندك توفيق تتمكن أن تصلي صلاة الليل، إذا ارتكب الشخص ذنبا، هذا كنموذج، يحرم من هذا التوفيق، من توفيق صلاة الليل، أو يحرم من توفيق آخر، يحرم من خدمة الناس، يحرم من الإنفاق في سبيل الله. أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. السكين كيف يقطع اللحم؟ لحظة. ثانية واحدة، بعض الأعمال السيئة هكذا. طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول بعض الأعمال السيئة، الإمام يقول وإن العمل السيء، ربما كل عمل سيء لا أعلم، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. قل بعض السكاكين ليست حادة، بعض اللحوم غليظة لا بأس، اللحم يقطع، السكين يقطع اللحم.
الآن عندك فرصة للعمل الصالح، خذه، عندك توفيق فورا أدى هذا العمل الصالح، بعد ذلك لا تعلم أنك تبقى موفقا لهذا العمل الصالح أم لا. إخواني، شخص حصل على كنز، خذ من هذا الكنز الآن، إلى متى؟ إلى بعد ساعة، إلى بعد شهر، إلى بعد سنة، لا يعلم. كيف تأخذ من هذا الكنز؟ إذا لا تعلم إلى متى تبقى متمكنا من الأخذ من هذا الكنز، كيف تأخذ؟ بالشراء تأخذ، بحرص تأخذ. من الممكن أنه الآن يقولون لي خلاص فرصتك انتهت من هذا الكنز، قم الآن، عندي فرصة للعمل صالح. هذه الفرصة تبقى إلى متى؟ لا أعلم. هذا ثانيا. ثالثا، إن شاء الله في المستقبل أنا لا أذنب، إن شاء الله أضبط نفسي بتوفيق من الله عز وجل، لا بأس، ولكن أعلم ماذا صنعت في الماضي أم لا؟ ما عملته في الماضي كم خسرني وكم يخسرني، كم خسرني، هذا ماضي. لماذا أقول كم يخسرني؟ لأن الآثار لا نعرفها، والويل، الويل من الآثار. ذنب الإنسان ارتكبه خلاص، إن شاء الله ذنب صغير خلاص، ما هي آثار هذا الذنب؟ بعض الذنوب لها آثار، تبعات. الإنسان ارتكب ذنبا وانتهى، هذا الذنب أثر في شخص آخر تعلم مني ارتكاب الذنب، ذاك ماذا أصنع به؟ العياذ بالله تعالى، العياذ بالله تعالى. الأعمال الصالحة شيء منها أريده أمام الأعمال السيئة، حتى الأعمال السيئة التي ارتكبتها في الماضي. عمل سيء قد تكون آثاره كبيرة يوم القيامة، يأتي أمام الإنسان كالغول. إذا عندي عمل صالح كالغول يقف أمام ذلك الغول، وإلا كيف أقف أمام غول بدون عمل صالح؟ تكفيني أعمالي الصالحة، أعمالي الصالحة تكفي أمام تقف أمام هذا الغول الكبير الذي قد يكون بسبب آثار أعمالي. هذا لو لم أكن قد عملت الكبائر، لو عمل الإنسان الصغائر، ولكن آثار الصغائر ما هي؟ الصغيرة هي صغيرة، هي تغفر إن شاء الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لا بأس، هذه الصغائر تغفر. آثار الصغائر أنا أعرفها؟ لا. هذا ثالثا، كيف أكتفي بأعمالي الصالحة وأنا أخاف من هذا؟ رابعا، الأمثلة المادية بالنسبة للأمثلة المعنوية صفر، ولكن كتقريب، أنت يهجم عليك حيوان مفترس قتال، تضربه ضربة، يسقط هذا الحيوان على الأرض، تتركه؟ لا، تضربه ضربة ثانية وثالثة ورابعة، تضربه إن كان خطيرا جدا، إن كان قتالا تضربه إلى أن تقتله، صحيح أم لا؟ وهذا هو الصحيح. ضعف، ربما يهجم عليه مرة ثانية، أضربه إلى حد القتل. الشيطان هذا الحيوان المفترس، النفس الأمارة بالسوء هذا الحيوان المفترس، الشهوات، الدنيا، هذه حيوانات مفترسة تريد أن تفترسني في كل لحظة. الأعمال الصالحة لها جهة وقاية، لها جهة ضربة للعدو، هذا واضح.
عندما ترتكب عملا صالحا هذه الضربة للشيطان، الشيطان يضعف بكل عمل صالح صغير أم كبير، الشيطان بهذه النسبة يضعف عليك، سلطته عليك تضعف. ضربته ضربة، ضربة ثانية، اضربه إلى حد الموت، يعمل أعمال صالحة، هذه الأعمال الصالحة ضربات إلى عدوك. مثال آخر، الشباب يعرفون هذا المثال، حتى الكبار يعرفون هذا المثال. في المباراة فريقان يدخلان في مباراة، هذا الفريق حصل على نقطة على ذلك الفريق، يكتفي؟ لا، يحاول أن يحصل على نقطة ثانية ونقطة ثالثة ونقطة عاشرة، كلما يتمكن أن يجعل الفاصل بينه وبين الفريق الآخر أكبر يحاول يصنع. عندي صالحات، عندي لا، هذا العمل الصالح الجديد يعمله، هذه نقطة تجعل الفاصل بينك وبين سلطة الشيطان عليك أكبر، الفاصل أبعد. خامسا أخيرا وليس آخرا، هذه النقطة جدا دقيقة ومهمة، مشاكل الإنسان أشكال، صحيح؟ حلول المشاكل أيضا أشكال. يعني ماذا؟ يعني عندك مشكلة اقتصادية، ما هو حل هذه المشكلة؟ حل معين. عندك مشكلة سياسية، حل المشكلة الاقتصادية ينفع للمشكلة السياسية؟ لا. عندك مشكلة عائلية تتمكن أن تستخدم الحل للمشكلة الاقتصادية في المشكلة العائلية؟ لا، المشكلة العائلية لها حل من نمط ثاني. المشكلة الصحية لها حل من نمط آخر. حلول المشاكل مختلفة. بعبارة أخرى، أمراض، المرض الفلاني علاجه ما هو؟ الدواء الفلاني. هذا الدواء ينفع مرضا آخر؟ لا، هذا الدواء علاج لهذا المرض، المرض الثاني له علاج مختلف، علاج آخر. الذنوب كالأمراض كالمشاكل، الذنوب كالأوساخ، الأوساخ كلها تذهب بمزيل أوساخ نوع معين؟ لا، الأوساخ أشكال مختلفة، الذنوب أشكال مختلفة. الأعمال الصالحة تنظف من آثارها، تنظيف الذنوب. تبدل، تسبب أن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات، الأعمال الصالحة هكذا. العمل الصالح الذي ينظف الذنب الفلاني عمل معين، نفس هذا العمل لا ينفع لتنظيف ذنب آخر. يعني ماذا؟ يعني شخص والعياذ بالله، والعياذ بالله فرضا أقول، اغتاب، طبعا مع قطع النظر عن حق الناس، اغتاب، الغيبة حرام، وساخة في النفس، قذارة في النفس، مرض، هذه القذارة ما الذي ينظفها؟ فرضا كمثال أقول عيادة مريض، لا بأس. شخص ارتكب ذنبا آخر، كذب العياذ بالله تعالى، عيادة المريض لعلها لا تنظف الكذب، تنظيف الكذب مثلا أقول خدمة الناس. الشخص العياذ بالله تعالى فاتته صلاة واجبة، تنظيف هذا الشيء طبعا مع القضاء، القضاء في محله، ولكن حصلت وساخة في الروح. القضاء، قضاء الصلاة هذا شيء واجب، ولكن تلك الوساخة تذهب؟ لا، مو بالضرورة. تنظيف تلك الوساخة بماذا؟ لعله كمثال أقول مثلا بالإنفاق في سبيل الله. كل ذنب نوعية معينة من الوساخة، هذه النوعية تحتاج إلى مزيل معين،
لا تقل أنا عندي صالحات أعمال صالحة، ولكن هذا الوسخ لا يذهب إلا بالعمل الصالح الفلاني، تتمكن أعمل. الذي عنده أوساخ، الذي عنده أمراض، قل مشاكل، عبر ما شئت، الذي عنده شيء سيء يريد أن ينظف نفسه، قلبه، روحه من هذا الشيء السيء، ولا يعلم المنظف المناسب، يأخذ كل المنظفات. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: إن الشياطين على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحم. هكذا يجتمعون الشياطين، كل شيطان بطريقه، كل شيطان يحاول أن يجر الإنسان من مكان، من زاوية. يتمكن الإنسان أن يبدل قانون الله التكويني؟ لا، لا يمكن، ولكن يتمكن أن ينتقل من قانون تكويني إلى قانون تكويني، هذا ممكن. يعني ماذا؟ الشمس حارة، المكان الذي تشرق الشمس عليه مكان حار فرضا، بدرجة معينة، بقرب معين، بالوضع الموجود، تتمكن أن تجعل ذلك المكان باردا؟ لا، ولكن تتمكن أن تنتقل إلى الظل في الظل بارد، تنتقل من قانون تكويني إلى قانون تكويني آخر، هذا الشيء ممكن. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتمكن أن تزيل سنة الله عز وجل، لا، ولكن تتمكن أن تنتقل من سنة الله عز وجل إلى سنة الله ثانية. أنت تقف هنا صواريخ تنزل تقتلك، تتمكن أن تغير هذا القانون؟ الصواريخ تنزل على رأسك ولا تقتلك؟ لا، لا تتمكن، هذا قانون، قانون تكويني، ولكن تتمكن أن تذهب إلى مكان لا تنزل الصواريخ عليك، هذا شيء ممكن. الذنوب آثارها قانون تكويني، العياذ بالله تعالى. ارتكبت الذنب والعياذ بالله تعالى، استغفر الله عز وجل. الذنب قانون تكويني، هذا الاستغفار يؤثر في إزالة كل آثار ذاك القانون التكويني، قد وقد لا، لا أعلم، ربما يغفر لك الذنب، الآثار تذهب كلها، لا أعلم، أحيانا إيه أحيانا لا. أحتاج إلى أن أحصل على أكثر مقدار من الأشياء الطاهرة النظيفة المطهرة لكي يتمكن الإنسان أن يزيل تلك الآثار. إخواني فرصة، هذا العمر فرصة، خلاصة الكلام، إلى اللحظة الأخيرة فرصة. فلان توفي من أقاربي، فلانة توفيت من صديقاتها، الدنيا هكذا، صغير كبير شاب، لا إن شاء الله معمر 30 سنة، بعد 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، الأصغر مني مات. طفل الرضيع مات، هذه فرصة. الذي أتمكن أن أجمع في هذه الفرصة هذا رصيدي. في وقت الجرد عندك خسائر، عندك رصيد أرباح، تجمع الخسائر والأرباح يتبين أنك ربحت بالنتيجة أم لا. في الجرد هكذا يتبين، الجرد يوم القيامة.
إن كان رصيدي كبير احتمال جبراني لهذه الخسائر أكبر، إن كان رصيدي صغير قليل الاحتمال يضعف. والاحتمال الآن بأيدينا، الآن أتمكن أن أصنع شيئا، الآن أتمكن أن أستغفر الله عز وجل، بعد ساعة أتمكن من الاستغفار، لا أعلم أصلا تكون لي الحياة حتى أستغفر، لا أعلم. الآن أتمكن أن أصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا، بعد ساعة أتمكن، لا أعلم. أكون في الدنيا أصلا أم أنتقل في العالم الآخر، لا أعلم. لو كنت في الدنيا أتمكن دينيا أن أذكر هذا الذكر الشريف، لا أعلم. العياذ بالله، الإنسان أحيانا ينحرف، ديني بقي، لساني يبقى شاغلا أم لا، لا أعلم، وغير ذلك. حسب الرواية الشريفة توفيقي يبقى أم لا، لا أعلم. في الأسبوع القادم نستقبل شهر الله العظيم، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم وفي نفس الوقت العجيب، شهر جدا عجيب. النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة، تعرفون سمعتم هذه الخطبة، لعلكم تحفظون مقاطع من هذه الخطبة، خطبة جميلة جدا ورائعة، وكل كلامهم رائع. في أواخر شعبان أو بدايات شهر رمضان، حسب العبارات هو لم يذكر في الرواية الشريفة أنه متى خطب هذه الخطبة الشريفة، خطبنا ذات يوم، في يوم، ولكن حسب الكلمات الواردة في الخطبة الشريفة إما أواخر شعبان أو بدايات شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة الشريفة أشار إلى قضايا مهمة جدا وكبيرة بمناسبة شهر رمضان. من جملة الأشياء أقرأ لكم مقاطع من هذه الخطبة الشريفة فيما يرتبط بحديثنا. يعني يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. الأعمال، هذه الأعمال التي نعملها أنفسنا مرهونة بها، يعني أروح فيها أو لا؟ إن أنفسكم مرهونة. إذا كانت نفس الإنسان مرهونة بشيء، كم يأخذ الإنسان من ذلك الشيء؟ نفسي، ليس شيء من مالي، شيء من صحتي، شيء، لا، نفسي مرهونة، مرهونة بهذه الأعمال. خذ كلما تمكنت أن تأخذ من هذه الأعمال. إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم أو ظهوركم عطف على اسم إن، وظهوركم أو ظهوركم ثقيلة من أوزاركم، ثقل على الظهر، بأعمالي أتمكن أن أخفف هذا الثقل أو أزيله. وظهوركم أو ظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. طول السجود لعله مثال نموذج، الأعمال الصالحة تخفف، كل عمل صالح بنسبة معينة يخفف من هذا الثقل الذي هو على ظهر الإنسان. في مقطع آخر يقول صلى الله عليه وآله: اتقوا النار. لاحظوا، شاهدي بعض المقاطع المرتبطة بحديثنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. العمل الصالح الكذائي بهذا المقدار، هذا العمل بهذا المقدار يبعدك عن النار، اتق النار. عندي ثواب كثير، صليت مئات الصلوات المستحبة بالإضافة إلى الصلوات الواجبة، آلاف الركعات كل سنة أصلي، هاتان الركعتان أيضا صليهما، تتمكن صلي. أنفقت في سبيل الله الملايين، هذا الدينار أيضا أنفقه، الآن صارت لك فرصة لإنفاق دينار، نصف دينار،
لا تقل أنا أنفقت كثيرا، علمت الناس كثيرا من العلوم الدينية. الآن هذا الشخص يتمكن، تتمكن أن تعلمه مسألة صغيرة، قضية دينية صغيرة، علمه وقص على ذلك بقية الأمور. في مقطع آخر يقول صلى الله عليه وآله: ومن أكثر فيه من الصلاة علي، صلى عليه وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ميزان الأعمال الصالحة والأعمال العياذ بالله الطالحة. أحيانا الأعمال الطالحة، الأعمال الطالحة السيئة ترجح، الأعمال الصالحة كفتها خفيفة تصعد. كث حسب تعبير النبي صلى الله عليه وآله الإكثار، الإكثار من الصلوات هذا يجعل الأعمال الصالحة تكون ثقيلة. اللهم صل على محمد. شهر جميل رائع مريح، في نفس الوقت شهر عظيم عند الله عز وجل كبير الشأن. الإنسان هذه الأيام المتبقية قبل شهر رمضان يطهر قلبه ليدخل في شهر رمضان، هذا الشهر الطاهر النزيه العظيم، صافيا بقلوب طاهرة. الناس يدخلون إلى هذا الشهر المبارك، هذه الأيام المتبقية من شعبان، يحاول الإنسان أن يطهر قلبه بالأعمال الصالحة، بالإكثار من الأعمال الصالحة، بالاستغفار من الذنوب، التوبة الحقيقية من الذنوب، الابتعاد عن الذنوب، الابتعاد عن الشيطان. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا ابتعاد، ابتعد، اتقي. ليس فقط الإنسان لا يرتكب الذنب، يبتعد عن الذنب، يبتعد عن النار أكثر. هذه أيام باقية من شعبان، في الأسبوع القادم يبدأ شهر رمضان، أيام قلائل باقية. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أرض عنا إمام زماننا، اللهم بحقه عجل له الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من خيرة أنصاره وخدامه وعبيده، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.